السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من أهم المواقع للذكاء الصناعي لمديري المشاريع. أول واحد بالنسبة لنا ده موقع ممتاز جدا، يعني هو عامل زي شات جي بي تي لكن أكاديمي أكتر، أو بيديني أسئلة ومصادر أكتر، أو الحاجة بتبقى موثقة أكتر. تمام، لأن شات جي بي تي ساعات ممكن يجيب لك كلام يدمجه في بعض، فأنت ممكن تسأله مثلا تحكي له القصة اللي موجودة عند مشكلة كذا كذا كذا، ازاي اتصرف بطريقة كذا، ماشي؟ يعني هو هيجاوبك على سؤال تسألوه. خلينا مثلا نسأله ما طرق إدارة المشاريع المختلفة؟ ده سؤال عام يعني، بس انت لو انت عايز تسأله بتحكي القصة اللي موجودة معاك عند موظف كذا 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 كذا، فهيبدأ يقول لك بقى ايه المنهجيات والمسار الحرج والأدوات والمخططات وكل الحاجات دي، جاوب عليها بسرعة وبشكل قوي جدا، وهيديك المصادر، يعني اهم الكتب والمراجع اللي هو استند ليها، فممكن افتح واتاكد من الكلام ده سليم. عندنا موقع اسمه كاتب، وده عامل زي شات جي بي تي لكن هو عربي، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو، ان شاء الله هجيب لكم اسيب لكم برده البرزنتيشن حد لو انت عايز تحمله. وده موقع برده arabi.ai، تقدر برده تخش تساله، يعني هو قوي جدا وبتنفع تتكلمه عربي وانجليزي، وممكن تقول له اعمل لي صور معينه، يعني انت مدير مشروع لكن في صوره سريعه كده عايز تعملها، ممكن تستخدمه ان انت تعمل الصوره ديت، ما دام حاجه مش احترافيه، يعني لو حاجه احترافيه لا عين حد متخصص ليها. طيب، في برضو ديل اي، ده برضو بيعمل صور بشكل كويس، هو تبع اوبن اي اي، يعني نفس الشركه اللي عامله شات جي بي تي، فتقدر ان انت تدي له اي برومت يبدا يعمل لك الصور. هو دلوقتي بقى مدمج في شات جي بي تي للإدارات الحديثة. صورة ده تبع اوبن اي اي، وده بقى متخصص في ان هو يعمل فيديو، يعني ممكن تقول له اعمل لي فيديو مثلا لحديقة على طراز معين، فيبدأ ان هو يعملها لك. كريت فيديو فروم تكست، تمام، انا بس مجرد قال له اعمل لي شوية ورق كده بيطير وبتاع، فبدأ يعمل له حاجة بالشكل ده. كل الفيديوهات اللي موجودة في الموقع هنا دي معمولة مجرد بس عمل وصف للحاجة وظهرت له بشكل كويس، فالحاجات دي بتبقى مفيدة في البرزنتيشن، يعني انت بتجهز البرزنتيشن تقدر تعمل حاجة زي كده. طبعا الكوبايلوت ده موقع برضو بيعمل لنا فيديو بأشكال كويسة، جاسبر وكوبي اي اي برضو من ضمن المواقع اللي تقدر ان انت تتناقش معاها وتتكلم معاها، وعندك شات جي بي تي وكوبايلوت، عندك جيميناي، تعال نخش كده جيميناي. وكوبايلوت ممكن تاخد سؤال واحد معين وتسأله ليهم كلهم، وتشوف انهي واحد فيهم اللي اداك الإجابة اللي مناسبة ليك واللي كويسة بالنسبة لك. تقدر تسأل أي سؤال، يعني خلينا ناخد السؤال ده مثلا ونسأله مثلا في الكوبايلوت، ونسأله في الجيميناي، هتلاقي طبعا الإجابات مختلفة كل واحد فيهم حسب المراجع بتاعته وحسب الحاجة اللي هو معتمد عليها. طيب، عندنا هنا برضو من الحاجات اللي ممكن تديها ملف PDF وتناقشوا فيه، عندنا موقعين همت، وده برضو يعني هو ممكن تديله كلام كتير جدا وتقول له طب لخصه لي، تديله كتاب وهو يلخصه لك، فده مفيد. ممكن يكون عندك مثلا ملف مشروع لسه هتدخل عليه، فبدل ما تقعد تضيع وقتك فيه خليه يديك الملخص عشان تبقى عارف قبل ما تبدا تقرا فيه بيتكلم عن ايه. شات دوكومنتس ده بيعمل ايه؟ شات دوكومنتس بديله ملف بي دي اف ويبدا ان انا اناقشه فيه، يعني اقول له هل في الكلام ده موجود، هل ممكن يبقى فيه كذا كذا كذا، تبدا تناقشه. هو الميزه ان شات جي بي تي اصلا بقى فيه الخاصيه دي، شات جي بي تي بقى ليه ان انا ارفع ملف بي دي اف واقول له اقرا لي الملف ده وتاكد لي ان مفيش فيه شروط جزائيه او اتاكد لي من حاجه معينه، يعني ممكن ارفع ملف اهوت واقول له اوصف لي لخص لي الملف، ده ما يغليش ان انت تقراه، بس قبل ما اقرا الملف باخد المعلومات الملخص.
في برضو جوجل المجموعة بتاعتها اللي هي الاوفيس دي قوية جدا، ومايكروسوفت اوفيس برضو، الاتنين حاجة رهيبة جدا. الواجهة بتاعتهم سهلة واحنا اتعودنا عليها، يعني خلاص الاوفيس احنا حافظينه. بس دلوقتي الذكاء الاصطناعي بقى موجود، يعني ممكن اعلم عليه واقول له اعمل لي ملخص للكلام او انشئ لي برزنتيشن. يعني على سبيل المثال مثلا احنا فاتحين على سلايد، ممكن اجي هنا اكستنشن انا مسطبها حاجه اسمها ماجيك سلايد، بقول له مثلا ايه شغال لي شات جي بي تي يعمل لي بي بي تي، مجرد ان انا ادي له العنوان هو يعمل لي البرزنتيشن كله. تمام، ضيف لي نيو سلايد وابدا اتناقش فيه، هدي لك ملف في يوتيوب وانت حوله لي لملف باوربوينت، يبدا ياخده ويبدا ان هو ياخد الكلام اللي فيه ويقسمه لاهم النقط ويبقى حاجه زي كده. هديك ملف في بي دي اف وانت اعمل لي بي بي تي، اعمل لي برزنتيشن، اعمل لي هديك معلومات وانت اعمل لي اسئله عشان ابقى اسالها للطلبه، فدي برضو حاجه ممتازه جدا. تمام، سلايد اي اي برضو يقدر يعمل لي مجرد ان اقول له اعمل لي برزنتيشن عن حضرتك السفنة في افريقيا والمية، يبدا ان هو يعمل لي برزنتيشن. تمام، زي طبعا انا مسطب حاجات خاصه بموضوع الترجمه، فدي تولز بتبقى قويه جدا. سواء مايكروسوفت اوفيس بقى في كوبايلوت بقى مدمج جواه، ف بقى مكسل مثلا بدل ما تقعد تحفظ معادلات وتقعد تكتبها، لا ممكن تقول له كده بالانجليزي او بالعربي اجمع لي الصف دوت، فيبدا ان هو يجمعها لك، مش لازم تحفظ بقى والاقواس، لا ده انا نسيت علامه يساوي والكلام ده كله. طيب، وحاجات الانتجريشن عندنا مايكروسوفت بروجكت برضو بدا يدخل فيه الذكاء الصناعي. تريلو من الحاجات القويه جدا هو وجيرا، ده هتلاقيني يعني ايه هستخدمهم، بستخدمهم بشكل دائم يعني. تريلو بنظم فيه الشغل بتاعي وبنظم فيه التيم، وببدا ان انا احط تاسكات او انا ايه اللي انا هعمله الفتره اللي جايه. فمن التولز اللي بتنظم المشروع بتاعك، جيرا بيبدا بقى يشوف موضوع التاسكات، وطبعا بيشوف انت مهتم بايه، الاوبريشن ولا ديزاين ولا اي تي، بيديك الحاجه اللي مناسبه للشغل بتاعك. وفي نسخة مجانية هو تريلو، أنا شغال بالنسخة المجانية. تقدر مثلا هتدي تاسك لحد أو هترد على الإيميل، الـ AI هو اللي يجهز الرد ويرد. تمام، أنت بس عليك توافق قبل ما تبعت الحاجة. وده تريلو برضو في موضوع إن أنا بدي تاسكات وأعمل مثلا تو دو، الحاجات اللي هتعمل، الحاجات اللي شغال فيها، الحاجات اللي خلصانة وهكذا. ومثل ان هو انتجريشن مع برامج كتيرة جدا وتطبيقات كتيرة جدا، فممكن اقول له خد الملف من مثلا من جوجل درايف حطه هنا، ابدأ ان انت تلخصه لي وهكذا. طيب، في لو انا عندي ميتنج على الزوم مثلا، في ان انا اسطب اداة مثلا اكتا او ستاند اب ميت، سواء على الزوم او ميت او على اي برامج من برامج الاجتماعات تيم مثلا، وخلي ده موجود معايا. يعني مجرد ان انت سطبته عندك على الكمبيوتر، هو اي اجتماع بيبقى موجود، واول ما الاجتماع يخلص يبعت لك الملخص للحاجه اللي حصلت. فدي برضو من التولز القويه جدا. والباور بي اي وتابليا برضو من البرامج القويه اللي احنا ممكن نشتغل بيها بشكل كويس، بيعمل اناليتيك للشغل بتاعك. الميزه ان هو طور نفسه وبقى فيه ذكاء اصطناعي، زي ما قلنا اللي مش بيطور نفسه بذكاء اصطناعي بيبقى عنده مشكله بعد كده. تمام، ان شاء الله في الدروس اللي جايه هناخد امثله كتيره، اللي هطلب من شات جي بي تي كذا حاجه واشوفه الاجابه بتاعته بتعمل ازاي، وازاي ان احنا نطور الاجابه لحد ما نوصل اللي احنا عايزينها. وبعد كده ان شاء الله هناخد نتعمق في الاسئله اللي احنا ممكن نسالها له، وهناخد برضه بعض المتطلبات البرومت، وازاي ان البرومت دي من اقوى الحاجات. يعني في دلوقتي انجينيرنج برومت، شخص متخصص في ان هو يكتب برومت واضح بحيث ان الاجابه تكون اوضح ما يمكن، ودي من ضمن الوظائف اللي مطلوبه جدا جدا في السوق.